أتي للطائفين والعاكفين وارزق أهله فأمتعه قليلا ثم قضايا أمنها غايتنا أمة يا رجال الشرطة العربي يا سيوف. لمعالي السيد الهادي المجدوب وزير الداخلية في الجمهورية التونسية فليتفضل. فقد كشفت المتغيرات التي تشهدها المنطقة عن تشكل جيل جديد من الإرهابيين، نجحت زعامات الإرهاب ومنظريه في تجنيدهم وتعبئتهم باستعمال أحدث تقنيات الاتصال وأكثر تطبيقاتها تعقيدا، مما ساهم في مزيد انتشار الخطاب المتطرف واستفحال مظاهر الجريمة والتخريب، كما مكنت الأوضاع المتأزمة والصراعات المستفحلة في عدد من الدول على صعيد آخر من خلق بيئة ملائمة لتنامي أنشطة الجريمة المنظمة، من تهريب بكل أنواعه والتجار غير مشروع في الأسلحة وتوثيق التحالف مع الإرهاب، لتضاف إلى مجمل التحديات التي تواجه أجهزتنا الأمنية. هذا وتظل الخلايا الإرهابية النائمة المنتشرة في عدد كبير من دول العالم أبرز خطر يتهدد أمن واستقرار أوطاننا، لسيما بعد أن يتم تطعيمها بالعناصر المقاتلة العائدة من بؤر التوتر والتي تتمتع بجاهزية عالية لتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية نوعية. الظروف الأمنية الليبية فعلا صعبة جدا، ماهيش سهلة بسيطة، خاصة وأن ليبيا يعني تمتاز برقعة جغرافية كبيرة شاسعة، حدود صحراوية برية ممتدة، تمر بمخاض ثورة 17 فبراير، نواجه بعض الصعاب فعلا، ولكن الحمد لله بإذن الله سبحانه وتعالى حيتم تذليلها. وأنت جاوبتي قلت لي قبل شوية، قلت لي بعد ما تم تحرير مدينة سرت إن شاء الله. التعاون الليبي التونسي هو تعاون قديم مش جديد علينا، احنا دول عربية شقيقة، دول عربية تربطنا رابطة واحدة، سواء كانت أمنية فإن ساءت الأمور الأمنية في ليبيا فبتسيء في تونس، ولكن التعاون موجود والتواصل موجود بإذن الله. الإرهاب تعرفوا الكل أنه ظهر عبر للحدود، لا يعترف لا بجنسية لا يعترف بأي شيء، يعني أنا نعتقد أنه فما حتى الدولة مهما كانت قوتها ومهما كانت ترسانتها ومهما كان جهازها الأمني قدر أن تحارب الإرهاب معناها بصفة منفردة. الآن مسألة عودة الأشخاص هذو من بؤر التوتر الحقيقة هو موضوع محل نقاش ليس في تونس فقط، كان ترجع شوية تعمل شوية ريشيرش بالنسبة لفرنسا كذلك نفس الشيء، بالنسبة لبريطانيا العظمى نفس الشيء، هناك إشكال كبير في طريقة التصرف مع الناس هذا، لكن الآن تقريبا في كل أنحاء العالم طريقة التعامل هي طريقة على المستوى العدلي على المستوى القانوني وعلى المستوى الإداري، يعني كل شخص يرجع إلى تونس كان في بؤرة من بؤر التوتر إذا كان فما إثبات أنه كان موجود في هذا يقع التعامل معه بصفة عدلية ورفع الأمر إلى القضاء، إذا كان ما كانش هذا وإذا كان فيه شبهة ولا حاجة فما عدة وسائل أخرى منها المراقبة، ما نحبش نقول مراقبة إدارية الآن، مثلا الإقامة الجبرية استعملناها في بعض الحالات، لكن هذا كما تعرف موضوع وقتي لأنه الإقامة الجبرية مرتبطة بحالة الطوارئ في تونس. فهذه هي الحقيقة المعالجة الآن وهي معالجة فورية لازمة، لكن على المدى البعيد إمكانية إدماج الناس هذه، إمكانية أنه نتوقع من الإرهاب قبل ما يوصلوا هم يتحولوا إلى بؤر، هذا بطبيعة الحال يتطلب تفكير وتفكير عميق، يتطلب برشا إمكانيات، يتطلب سمحني في الكلمة سافوار فير اللي إحنا مازال ما عندناش تو، خاصة وأنه الوضع بالنسبة لنا متأكد ومحتاجين إلى نتائج سريعة وعاجلة إن شاء الله. سعادة السيد مراد بن حسين فليتفضل لاستلام الدرع وشهادة التقدير.